بالقهوة والبيكنج باودر هخلي سواد سنين يتساقط قدام عينيكي في الحال، وبتحداكي تقومي تجربيها حالا. أقوى طريقة هتشوفيها في حياتك لتبييض الجسم والوجه وأي منطقة عندك غامقة من أول مرة. وصفة قوية المفعول، بتبيض وبتفتح مهما كان السواد غامق ومن سنين، ومهما كان عندك بقع، ومهما كان عندك كلف، ومهما كان عندك سواد. وصفة قوية وسريعة لتبييض الجسم والوجه فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بأخواتي وحبايبي، عاملين إيه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا، والنهاردة يا ست الكل جايبالك الطريقة الحصرية والسريعة اللي بمجرد ما هتستخدميها هتشوفي جسمك ووجهك اختلفوا 180 درجة، بمعنى هتغيري جلدك حرفيا. بياض، إزالة للبقع الداكنة، إزالة لحروق الشمس، إزالة للأوساخ المتراكمة من الجسم ومن المناطق الحساسة ومن الوجه. عايزة أقول لك خلطة فظيعة وقوية وسريعة جدا جدا لتفتيح أي منطقة غامقة عندك. قبل ما أبدأ وصفتي، لو أول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الإشراك وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، لايك للفيديو فضلا وليس أمر. بصي بقى يا ست الكل، أنا مش محتاجة منك في الوصفة غير مكونين وهم أساسيين معايا، وهو اول مكون البيكنج باودر او خميرة الحلويات. خميرة الحلويات او البيكنج باودر من الحاجات اللي بتفور سواد سنين بالطريقة الصحيحة والقوية، هنعملها مع بعض النهاردة. هبدأ بقى اجيب يعني كوباية كزرولة، طبق كبير شوية زي ما انت عايزة، وهبدأ ان انا اخد من البيكنج باودر ادي معلقة اتنين. الطريقة دي مهمة قوي قوي قوي، لان هي مش هتفور لك السواد بس، دي هتديكي البياض الدائم وهتحمي بشرتك ان هي يحصل لها اسمرار بعد كده، هتبقى عازل عن اي اضرار يعني بتجيلك من الشمس او من عوامل الجو الضارة، يعني بشرتك هتبقى محمية من السواد. اخدنا معلقتين صغيرين من البيكنج باودر او خميرة الحلويات. قدام يا ست الكل المعلقتين البيكنج باودر هنحط معلقة هرمية صغيرة من القهوة. هنا لازم وضروري القهوة معايا تكون سادة، لان القهوة السادة ما بيكونش فيها اي اضافات، فبتبقي ضامنة فايدتها بنسبة 100%. القهوة هنا هتديكي تقشير عميق للبشرة، تنظيف كمان. القهوة فيها كولاجين خام بيشد التجاعيد كمان، يعني لو عندك خطوط هتقدري تتخلصي منها، ولو عندك كمان جلد ميت هتقدري تتخلصي منه. هبدأ ان انا اقلب القهوة مع البيكنج باودر، ومش محتاجة غير المكونين دول، تمام؟ بعد ما قلبناهم يا ست الكل مع بعض، هتبدأي ان انت تضيفي عليهم مية تكون مغلية. اول ما هتضيفي هتحسي بالفوران ده، وده اللي احنا محتاجينه. هنبدأ نضيف بالتدريج، وهقولك انا ضفت قد ايه مية، لكن علشان الفوران دوت ما يقعش او ما يطلعش بره الطبق اللي انا حطاه او البولة اللي انا حطاها، فببدأ ان انا احط بالتدريج. انا حطيت كوباية واحدة بس من الماء المغلية، ما تكتريش عن كوباية، الكوباية بتاعت الشاي دي. وهتبدأي تدوبي البيكنج باودر مع القهوة وكمان معاهم الماء المغلية كويس جدا. هنا الفوران هيبدأ يروح عادي جدا، وهنبدأ ان احنا نقلب. هما تقلبتين اتنين كده بس. بعد ما هنقلبهم هنستنى بس حوالي يعني حوالي نص دقيقة كده ولا دقيقة، يهدوا بس سيكة، يعني يهدوا حاجة بسيطة كده. وهبدأ ان انا اجيب نص ليمونة، وهبدأ ان انا اعصر عصير نص ليمون. عايزة اقول لك وصفة قوية وسريعة فظيعة فظيعة. لو بتعاني، بصي لو عندك السواد ده زي الفحم، عايزة اقول لك فظيعة، بتجلط وبتشيل كل السواد. هنبدأ ان احنا نقلب بسم الله كده الليمون، هي بس معلقة بس من عصير الليمون على البيكنج باودر وكمان معاهم كده، وهيبقى معايا كده المية دي. لو في بذر ولا حاجة هنبدأ ان احنا نشيله بالشكل ده كده، وهتبدأي بقى تسيبيهم يتفاعلوا كده مع بعض لمدة ربع ساعة عشان تقدري انك تستخدميهم. تعالوا مع بعض بقى ندخل على خطوتنا التانية، سهلة وبسيطة جدا. هتبدأي يا ست الكل تجيبيلي طبق وتحطيلي فيه حوالي 3 معالق كبار من الحليب السائل، ويفضل الحليب اللي انت هتستخدميه يكون بيتميز بحاجتين، يكون سائع
او خارج من التلاجة يعني بارد. وكمان تاني حاجة يكون كامل الدسم، لان الحليب هيديكي ترطيب، هيمنع التحسس، كمان هيديكي تغذية حلوة قوي قوي لبشرتك. ولو ما عندكيش حليب سائل بتبدأي تاخدي معلقة من الحليب البودرة وبتخلطي عليهم 3 معالق كبار من المية او مية الورد، وبتبدأي ان انتي تستخدميهم بدل الحليب السائل. بعد كده حبيبة قلبي على الحليب السائل هنبدأ نحط بيكنج بودر برضو، لان الاساسي معايا هو القهوة والبيكنج بودر. انا هاخد من البيكنج بودر معلقة صغيرة فقط، ما تكتريش عن معلقة صغيرة، وهبدأ ان انا ادوبها مع الحليب. عايزة اقولك الخلطة ديت، عايزة اقولك هتخلي يا ست الكل وشك ده زي المراية. هتقومي تجربيها مرة واحدة وتعالي قوليلي في الكومنتات على طول قولي رأيك. بصي بقى، اول ما هننزل هتحسي بفوران مع الحليب. هنا مش هننزل بأي حاجة إلا لما نحس إن الفوران ده هدي شوية، وهنبدأ نقلب لأن أنا محتاجة الفوران ده يبقى أكتر من كده بشوية وبعد كده هيهدى تاني. الله يسعد قلبك، حطي لايك للفيديو، الله يخليكي ليا يا رب. وكمان ما تنسيش تصلي على سيدنا محمد في الكومنتات، خلينا كلنا نكسب حسنات. وشيروا الفيديو على قد ما تقدروا يا بنات، الله يجعله في ميزان حسناتكم. هنبدأ إن احنا نقلب لحد ما زي ما أنت شايفة كده الفوران بس يبدأ يهدى مع الحليب. بعد ما تحس كده ان الفوران بتاع البيكنج بودر وكمان الحليب هدي معاكي شوية، هتبدأي تنزلي برضو بمعلقة من القهوة، وهنبدأ ان احنا نقلب لان الاساسي معايا. لان بصي عايزة اقولك القهوة والبيكنج بودر لما بيختلطوا مع بعض بيدوا مفعول زي السحر كده. لو جاية بقى من مصيف وبشرتك متبهدلة، عروسة وفرحك قرب وعايزة جسمك ده يبقى زي الشمعة، عليكي وعلى الخلطة الفظيعة دي. هنبدأ ان احنا نقلب القهوه والبيكنج باودر والحليب معايا. وطبعا هنا الحليب زي ما قلت لك لو انت بشره حساسه هيمنع التحسس تماما. بعد حبيبه قلبي ما قلبتيهم معاكي بالشكل ده، وطبعا الكميه انت تقدري تتحكمي فيها، يعني تقدري تعملي كميه اكبر عشان تكفي رقبتك ايديكي رجليكي زي ما انت عايزه. هنبدا ان احنا بقى نقلب او ندوب معلقتين من النشا او الكورن فلاور. النشا هنا ممتاز جدا جدا في التفتيح، كمان من الحاجات اللي يعني بتكون رطبة كده على البشرة لو انتي بشرة حساسة. وهبدأ اقلب النشا معايا كويس قوي بالشكل ده لحد ما اتأكد ان النشا مفيهوش تكتل تماما ودايب مع المكونات بالشكل ده. بعد حبيبة قلبي ما قلبناهم كويس قوي، هبدأ اعمل معاكي تركاية. التركاية دي لو عملتيها مش بس هتحصلي على بياض ناصع مع الوصفة دي، انت هتحصلي على تنظيف عميق للبشرة. هتحسي ان انت بشرتك بتتنفس وكل الاوساخ المتراكمة او من جسمك اللي بقالها سنين بتخرج قدام عينيكي من اول مرة. وده لما هتبدأي تقلبي الكريم معاكي وتروحي واخده اي نوع غسول للبشره انت بتستخدميه وتحطي منه معلقه كبيره. اي نوع غسول، الغسول ده حلو قوي بالعسل، ممكن اي نوع غسول انت بتغسلي بيه بشرتك هتبداي تاخدي معلقه منه، وهتبداي تدوبي او تقلبي الغسول. هنا الغسول لما هيتضاف على المكونات القويه في التبييض دي هيزلك كمان كل الاوساخ وهينضف بشرتك قوي، وهيساعد كمان على البياض الناصع. بصوا الخلطه عامله ازاي، حاجه جميله قوي 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 قوي، وطبعا مش محتاجين فيها خالص خالص مرطب. ليه؟ لان كده كده الحليب كافي قوي ان هو يرطب معاكي، وطبعا مش حاطين فيها اي ميه، وهتبقى معاكي يا ست الكل بالشكل ده. وطبعا معاكي هنا الماء السحري ده اللي عايزه اقول لك هيديكي حمايه تبييض دائم للجسم، للمناطق الحساسه، للركب، للاكواع، اللي تحت الابطين، منطقه الاندر ارم، حاجه كده في منتهى الروعه. انا مش عايزه في السيروم اللي احنا عملناه مع بعض ده غير مكون واحد فقط، وده علشان انت هتستخدمي السيروم ده لجسمك ولوجهك وفي نفس الوقت للمناطق الحساسه، عشان من هيديكي تفتيح ومن هيديكي تنعيم لجسمك. فهبدا استخدم زيت جونسون ده لو متوفر، يعني لو مش متوفر عندك بتستخدمي اي زيت عطري، اي زيت مرطب للجسم، يعني فيما عندك مثلا زيت الورد، لو عندك زيت ورد يبقى حلو جدا، عندك زيت لوز، زيت الزيوت العطريه حلوه جدا، يعني اي زيت متوفر عندك عطري وبينعم كده ممكن تستخدميه. احنا مش هناخد منه غير معلقه فقط صغيره. وهنبدا حبيبه قلبي نقلب ونقلبهم مع بعض. وهنبدا اي علبه كده متوفره عندي، دي كان فيها جل الوفيرا،
هنبدأ ننقل فيها المحلول ده. تمام، المحلول ده بيقعد معاكي فترة طويلة جدا ما بيفسدش، يعني بيقعد معاكي حوالي من اسبوع لعشر ايام ما بيفسدش تماما، لكن بيتشال في التلاجة وبتستخدميه. هقولك المحلول ده هتستخدميه ازاي يا ست الكل، وتعالي الاول نشوف الكريم ايه الرفاضيع ده. بصي بقى هقولك الكريم ده تستخدميه ازاي لجسمك وازاي تستخدميه لوجهك. لو لبشرتك هتبدأي تيجي على بشرة وجهك وتبدأي تدلكيه وتبدأي تغسلي الاول ببشرتك، يعني تبدأي تعملي عملية غسل للبشرة بيه في الاول، لان انا محتاجة اعمل صنفرة وازالة للجلد الميت الاول وبعد كده ابدأ اعمل تفتيح. فهتبدأي تدعكيه بحركات دائرية كده اكنك بالظبط بتغسلي وشك، بس بعيدي عن عينيكي، يعني جوه عينيكي، لو تحت عينيكي عادي، لكن حاولي ان انت ما تدخليش الماسك جوه عينيكي. وهتبدأي تعملي تدليكي الاول كعملية غسل للبشرة، تمام؟ وبعد كده هتبدأي ان انت تحطي طبقة تانية بعد 30 ثانية دعك، يعني تبدأي بقى تحطي طبقة تانية وتسيبيها كده سميكة كده، طبقة سميكة كده من الكريم وتسيبيه بالشكل ده 30 دقيقة فقط. 30 دقيقة ده للوجه، ولسه هقولك ازاي تستخدميه لجسمك. 30 دقيقة فقط واغسلي وشك وشوفي الفرق هيبقى عامل معاكي ايه فظيع. ولو انت بشرة جافة او بشرة حساسة لازم ترطبي واغسلي بشرتك بمية ساقعة، اوعي تغسلي بشرتك بمية سخنة، علشان الميه السخنه دمار للبشره، بالذات لاصحاب البشره الحساسه او اصحاب البشره المجعده. بعد ما هتغسلي وشك شوفي بنفسك البياض. تعالي اقول لك بقى هتستخدمي الوصفه دي لجسمك ازاي، وبعد كده هقول لك يا ست الكل المحلول ده هيفيدك في ايه وازاي تستخدميه. هتبداي بقى لجسمك، هتبداي ان انت تيجي قبل ما تاخدي الشاور بتاعك، ولو هتستخدميه لمنطقه العانه او المناطق الحساسه بتكوني ما يكونش فيها شعر، سواء تحت الابطين او ليه، عشان الشعر هيبقى عازل، انا محتاجه ان الخلطه دي تلمس الجلد نفسه. فهتبداي بقى تيجي قبل الشاور وتروحي حاطه كده وتروحي دعكه جسمك على الناشف، تروحي دعكاه كده وتعملي برده عمليه غسل اكنك بتغسلي كده بايدك مش بالليفه كده. وتروحي برضو بعد ال 30 ثانية ما تعدي هنبدأ دعك، هنبدأ برضو نحط طبق على الجسم كده، وكل ده على الناشف سواء على الوجه أو على الجسم، بيتساب على الجسم قبل الشاور ب 15 دقيقة، وبعد كده بناخد الليفة وبنبدأ ندعك. شوفي جسمك هيبقى عامل ازاي، هتبقي شامعة وكل السواد هيتساقط قدام عينيكي من أول مرة. الكريم ده عايزة أقول لك رهيب. ولو لجسمك ممكن ما تحطيش غسول للبشره، ممكن تحطي شاور جيل او جيل الاستحمام او ممكن اي نوع شامبو، لكن لو لبشره وجهك طبعا علشان للامان بنحط غسول مخصص للبشره او للوجه. تمام كده احنا قلنا هنستخدم الماسك الفظيع ده ازاي. تعال اقول لك المحلول بقى اللي احنا عملناه مع بعض ده. المحلول ده بقى يا ست الكل، المحلول ده هيفيدك في حاجتين، في جسمك في المناطق الحساسه طبعا وفي وجهك، وتقدري تستخدميه في بخاخ وترشيه، او ممكن تعملي كده تيجي بعد الماسك ده على طول وتغسلي جسمك. خرجتي من ده لجسمك، خرجتي من خلاص يعني خلصتي وكل حاجه، بتيجي بقى وتروحي واخده منديل وتروحي ماسحه على جسمك كده وهو فيه مرطب، ومش هيلزق ولا يحسسك ان انت دهنه حاجه خالص، يعني بصوا اهو ما بيسيبش اي اثر، ولا هتحسي ان انت حاطه قهوه اصلا في جسمك. وهتبداي تدعكي جسمك كده وتدلكي جسمك بيه وتسيبيه بقى، ما تشطفيش جسمك بعدها، سيبيه وتاني يوم خدي شاور. تمام ده بقى هيديكي النعومه والبياض الدائم اللي هيعمل عازل عشان بشرتك ما تغمقش تاني. والوجهك برضو بتعملي نفس الكلام، بعد الماسك بتبداي تدلكي، واعملي الماسك ده بالليل وابداي دلكي وشك وسيبيه بقى على وشك طول الليل، وتفرجي بنفسك على البياض والنعومه. والله ان شاء الله هتدعولي دعوه خير. ربنا يخليكم ليا احلى اخوات، اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.